لا يعوقني عن الحركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنبدأ معكم ونواصل في شرح السنوسية الكبرى، والحمد لله تعالى أن كتب لنا التدريس في هذا المكان المبارك في مسجد سيدي صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه، ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. فإن شاء الله تعالى يوم الأربعاء في هذا المسجد، ويوم الأحد في مسجد سيدي أحمد الدرديري حتى يقضي الله أمرا كان مفروضا. وصلنا إلى صحيفة 99، كان الكلام فيه تفسير الألفاظ المحتاج إليها في هذا العلم، ومنها لفظ العالم فتح اللام ومعناه كل ما سوى الله تعالى، ومنها أي من الألفاظ التي يحتاج إليها دارس هذا العلم لفظ الأزل، ويعنون به نفي الأولية أي ليس له أول، ومنها قولهم ما لا يزال ويعنون به ما له أول وهو ضد الأزل، ومنها القديم أي لفظ القديم ويعنون به الموجود الذي لا أول لوجوده ويسمونه أيضا أزليا، ومنها لفظ الدائم. وكنا قد وقفنا عند شرح هذا اللفظ، واضح؟ ويعنون به الموجود الذي لا ينقضي وجوده أي لا يلحقه عدم، ويسمونه أيضا يعني يطلقون على الدائم له لفظ آخر وهو الأبدي، ومنها لفظ الحادث ويعنون به ما وجد بعد أن كان معدوما، ومنها لفظ الجوهر ويعنون به ما كان جرمه يعني ذاته يشغل فراغا بحيث يمتنع أن يحل غيره حيث حل، وهو معنى المتحيز، وذلك كالإنسان والحجر لا كالعلم واللون. فإن كان الجوهر دقيقا بحيث انتهى في الدقة إلى أنه لا يقبل الانقسام لوجه فهو المسمى بالجوهر الفرد، وإن كان يقبل الانقسام فهو المسمى بالجسم ويسمى كل واحد من أجزائه جسما. وإنما يمتنعون من تسمية الدقيق جسما حال انفراده، أما إذا انضم إلى غيره سموا كل واحد منهما جسما، لأن حقيقة الجسم المؤلف وكل من الجوهرين عند الاجتماع يصدق عليه أنه مؤلف. ومنها لفظ العرض ويعنون به ما كانت ذاته لا تشغل فراغا ولا قيام ولا له قيام بنفسه، وإنما يكون وجوده تابعا لوجود الجوهر كالعلم الذي يقوم بالجوهر وكالحركة والسكون،
فإنها لا تشغل فراغا، بل الفراغ الذي يشغله الجوهر قبل اتصافه بها هو الفراغ الذي يشغله مع اتصافه بها من غير زيادة. ومنها الأكوان، يعني ومن الألفاظ التي يحتاج إليها الشارع أو الدارس في علم الكلام لفظ الكون أو الأكوان، ويعنون بها أعراضا مخصوصة، وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، ومنها لفظ الواجب وهكذا. أنا عاوز واحد منكم يعني فتى رشيد يعني يجمع الألفاظ دي كلها، يعني يجمعها في الكتاب وفي غيره، يعمل حصر للألفاظ أو المصطلحات التي يحتاج إليها المتكلم. خلاص صاحب يعملها كلها من أول لفظ أول حاجة العالم، أيوة اللي بتعلم من أول العالم إلى نهاية العالم، من أوله إلى آخره، فنجمع كل الألفاظ، وبعدين نكتب أمام كل لفظ المراد به إذا استعمل في هذا الفن المراد به كذا، فيفهم الدارس المصطلحات التي يحتاج إليها، فعندما يسمع لفظا لا يفسره بالمعنى اللغوي وإنما بالمعنى الاصطلاحي، أي المصطلح عليه في هذا العلم لا في غيره. فقد يكون هذا اللفظ له اصطلاح آخر في علم آخر، فالذي يعنينا أو الذي يهمنا في هذا الأمر هو المعنى الذي إذا أو الذي اصطلح عليه في علم الكلام لا في علم آخر. فقد يكون مثلا في أصول الفقه يراد به معنى آخر، يعني مثلا زي القياس في المنطق غير القياس اللي هو الأصولي. خلاص كده، يعني إن القياس من قضايا صور مستلزما بالذات قولا آخر، ليس هذا القياس اللي هو فين، وإنما القياس الأصولي يسمى في المنطق يسمى بالتمثيل. يعني عندك تمثيل وعندك استقراء وعندك قياس، فاللي بيستعمل في الأصول يسمونه في المنطق التمثيل. فلا بد قبل الدخول في علم الكلام أو في علم التصوف أو في علم المنطق أن نفهم المصطلحات، فإذا لم نفهم المصطلحات نقع في إشكالات. يعني معظم الإنكارات اللي هي على الصوفية بسبب عدم فهم مصطلحات الصوفية. هذه الألفاظ لها عندهم مدلول ولها مصطلح خاص، فإذا عرفنا المصطلح الخاص الذي يستعمله الصوفية أو الذي يستعمله الفقهاء أو الذي يستعمله المتكلمون نجد أن المعنى الذي فهمته غير المعنى اللي احنا بنتكلم فيه. ولذلك يأتي الإنكار على الصوفية ويأتي الإنكار على الفقهاء من غيرهم بسبب عدم فهم مصطلحاتهم التي اصطلحوا عليها في هذا الفن. يعني مثلا أنا مرة شفت واحد يكتب أو يقول يعني لا يليق أو لا ينبغي أن نقول على الإنسان حيوان ناطق، ومش فاهم المصطلح، مش فاهم المعنى اللغوي، وكل ما في الأمر الذي في ذهنه هو المعنى المتعارف عليه. يعني مثلا لما أقول مرحبا، لما أقول لواحد يكون يعني مقتر عليه في الرزق أو يعني، فروح أقول له وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلم يعترض عليه طالما في رزق وفي خير جاي، خلاص ماشي دابة ما فيش مشاكل، بس آكل وأشرب وأعيش.
إنما لو أنا قلت له أنت دابة، أنا كيف دابة؟ أنا إنسان. لما ربنا قال وما من دابة وما زعلتش ليه؟ قال معناها في اللغة غير المعنى اللي فيه إيه وهمنا أو مصطلحاتنا إحنا أو عرفنا. إحنا دابة يعني بهيمة، لكن دابة في القرآن ما يدب. أليس جنابك يدب على الأرض؟ مش بالدب، دبيب. وبعدين والله خلق إيه؟ ها؟ كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على إيه؟ ومنهم من يمشي إحنا هنا توحيد عندنا واحد. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي، يبقى مين اللي بيمشي على رجلين؟ مش انت؟ لا، ربنا قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. يبقى خير، خير الدواب مين؟ الذين آمنوا. سيبها سيبها، أنا أحب علامات الساعة خليها. أصل هذا يسمى إيه؟ بيقولوا عليه شاي بإيه؟ ها؟ فتلة. فلو شال الفتلة ينزع منه الصفة، والصفة قائمة بالموصوف. يلا اقرأ يا شباب. واحد كده مرة كده. هو مولانا هنا في ميكروفون للقارئ لسه ليس له ما يقرأ، لا عشان عشان الصوت، يعني لو قرأ كده مش هيطلع في ال يخرج ولا مش مهم. ايوه ماشي تمام مدد. يلا ومنها ومنها يعني ومن الايه الالفاظ التي يحتاج اليها في هذا الفن. خلاص ومنها لفظ الدائم اه الدائم له ايه له مرادف اخر، يعني يقول لك الدائم الابدي، يعني معنى إيه؟ الموجود الذي لا يلحقه عدم. يبقى الدائم خلاص كده، أي الموجود إلى آخره، الموجود الذي لا يلحقه عدم يسمونه الدائم. خلاص. مرة شفت واحد وراني مش عارف في النت ولا إيه يكتب إيه رسالة مثلا أو خطاب، فيقول لصديقه إيه ودمتم، مش كده؟ فقال لا يا شيخ لا ينبغي أن تقول ودمتم، لأنه لا يجوز، أو ليس هناك دوام إلا لله. من الذي أفتى بعدم الجواز؟ فوق كانت كده اللجنة العلمية الدائمة. وهو يقول إيه لا يجوز إيه ودمتم، فما معنى إيه الدائمة مع أنه غير جائز؟ الله الله عجيب هؤلاء الناس يعني. ويسمونه ايضا البدري. قال يعني الدائم هو الموجود خلاص كده الذي لا ينقضي وجوده، يعني وجوده مستمر. ايه معنى عدم انقضاء الوجود؟ يعني لا يلحقه عدم، لانه ليس له نهايه. يعني متى يلحق العدم الشيء؟ ها؟ إذا كان الشيء متناهيا، لما ما فيش نهاية حيلحق فين العدم؟ ما مش ليس متناهيا فلا يلحقه عدم، وهو أيضا ليس له أول فلا يسبقه العدم. يعني لا يسبقه عدم ولا إيه ولا يلحقه عدم، لأنه لا يوجد تناهي. واضح؟ كإشارة إلى أن الموصوف بالقدم خلاص كده والحدوث هو الموجود، يعني اللي بيوصف بأنه قديم أو بأنه حادث هو الإيه؟ هو الموجود. وهذا على سبيل الكثرة، وإلا
يعني عندما بيقول هنا ومنها لفظ الدائم ويعنون به، ماذا قال؟ ما الذي يعنى به؟ يقصد ايه بكلمة الدائم؟ ايه يا شيخ محمد؟ يعنون به الموجود كده؟ طيب بس ده على سبيل الايه؟ الكثرة. وإلا فقد يوصف بهما العدم، يعني ممكن العدم يوصف بأنه دائم، صح ولا لا؟ يعني العدم اللي هو ايه؟ نعم؟ أعدامنا الأزلية دائمة لا تنقطع. وقد قلنا في الدرس الماضي، وهو انت لابد عشان تتركب المعلومة عندك في المصطلحات دي او في المقدمات لازم تواظب عليها، انما ما تكتبش على سطر وتفوز سطر وتجد السطر اللي فاتك فمرتب على بعض المصطلحات دي بالذات، بعد كده مش مهم ايه تحضر، خلاص؟ بس في الاول في المصطلحات مهمة، خلاص؟ منه هتساعدك، يعني مش هتخليك ترجع بعد كده الخبرة اللي عندك والممارسة والاطلاع الكثير يعطيك ملكة، انما المصطلحات دي احنا ما زلنا في التأسيس في البناء في الاعداد الاولي. يبقى هل هو بيقول يعنون به الموجود، بس هذا ايه؟ ها؟ على سبيل الكثرة. وإلا فقد يوصف بهما العدم، فيقال للعدم المسبوق بالوجود حادث ولغيره قديم. عندما قال الموصوف بأنه دائم أو الموجود ده، الموجود ده أحد أمرين، أي موجود، يا إما قديم يا إما حادث، هل يخرج هل تخرج القسمة عن هذين الاثنين؟ لا، القديم والحادث. من اللي يوصف بالدوام؟ يوصف بالدوام الموجود الذي لا أول له، وهذا على سبيل الكثرة. أما بالنسبة للقدم والحدوث فالبعض يفهم أنه لا يوصف بهما إلا الموجود، يعني هل هناك عدم حادث؟ سؤاله. وهل هناك عدم قديم؟ هذا السؤال. ولا فقط الحدوث والقدم للموجود وليس للإيه؟ للعدم أو للمعدوم. وقد قلت لكم إنه فيه موجود مسبوق بعدم، وهذا هو الحادث، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. لكن العدم اللي هو غير مسبوق بوجود، والوجود العدم اللي هو غير مسبوق بإيه؟ بوجود، والوجود الذي يلحقه عدم، يبقى العدم الذي بعد الوجود حادث، أما العدم الذي لم يسبق بوجود فهو إيه؟ نقول قديم ولا نقول أزلي؟ يمكن أن نقول قديم بناء على أن الأزلية والقديم مترادفة، أما إذا خصصنا القدم بالموجود فيقال على المعدوم أزلي ولا يقال عنه قديم. ليه؟ لأن القديم هو الموجود الذي لا أول له، أما الأزلي هو ما لا أول له وجودا كان أو عدما. إذن فأعدامنا قبل وجودنا، أي نحن، السؤال كده، عدمنا في الأزل عندما كان الله تعالى في الأزل وحده كنا عدما، هل هذا العدم نقول فيه حادث؟ لا، ده عدم إيه؟ واجب وعدم أزلي. إذا قلنا إن الأزل ما لا أول له فيشمل ما لا أول له وجودا أو عدما، لأن أعدامنا الأزلية لا أول لها. طب إذا كان عدمنا في الأزل واجبا فكيف انقطع هذا العدم بوجودنا؟ مادام احنا ظهرنا في الوجود، ظهر اظهر ايه وبان، الآن أصبحت انت ظاهر موجود،
يبقى معنى كده العزم الأزلي الذي هو واجب انقطع. قالوا لا، لم ينقطع العزم الواجب أبدا أو العزم الأزلي، وإنما الذي انقطع بوجودنا هو عدمنا فيما لا يزال وليس في الأزل. وإحنا فسرنا قبل ذلك هذين المصطلحين، وهو إيه؟ مصطلح الأزل ومصطلح ما لا يزال. ما المراد في الصفحة السابقة؟ الصفحة اللي قبلها بيقول إيه؟ الأزل هو إيه؟ نفي الأولية. وبعدين ومنها قولهم، ومنها بعد الأزل ما لا يزال، ويعنون به ما له أول. يبقى إذن الأزل هو نفي الأولية، وما لا يزال هو إثبات الأولية. إذن فالذي انقطع بوجودنا هو عدمنا فيما لا يزال، يعني العدم اللي انقطع هو الحادث وليس القديم أو وليس الأزلي، لأن الأزلية واجب، أما ما لا يزال حادث ليس واجبا أو جائز، والواجب لا ينقطع، أما الذي هو جائز هو الذي ينقطع. ولذلك هذا معنى ما قاله ساداتنا الصوفية رضي الله تعالى عنهم عندما قالوا إن الأكوان كلها ما شمت رائحة الوجود، يعني لا توجد أبدا ولن تشم بحال من الأحوال، يريدون به الوجود الواجب، يعني الوجود الأزلي. إذن فأنت في الأزل عدم. لكن السؤال هنا، واحد يسألني سؤال وسؤال صعب شوية، يعني يقول لي يا مولانا ما الفرق بين الأزل وبين ما لا يزال؟ طبعا احنا قلنا ايه ما هو الأزل؟ هو ايه؟ ما ليس له أول، يعني فيش بداية. طب وما لا يزال له؟ طب عاوزين نفهم الخط اللي بينهم، يعني ما لا يزال ده فين ويبدأ منين؟ ما لا يزال من أين يبدأ؟ والأزل من أين يبدأ؟ يعني مثلا من هنا، من هذه النقطة إلى إيه نصل؟ يعني مثلا لو أردنا، احنا قلنا الذي له أول اسمه إيه؟ ما لا يزال. ما لا يزال، فعاوزين نمشي في ما لا يزال ده لحد ما نصل إلى الأزل. كيف ذلك؟ يعني مثلا ما لا يزال مثلا من أيام سيدنا موسى مثلا، يعني ده نمشي تاني كده لحد سيدنا إبراهيم برضو ما لا يزال، إنه كله ده حادث. طب نرجع لحد سيدنا نوح برضو ما لا يزال، نبدأ من سيدنا آدم ما لا يزال. طب هو سيدنا آدم أول حاجة في ما لا يزال ولا في قبله؟ والجنة خلقناه من قبله من نار السموم. طب حنقعد نمشي فيما لا يزال لحد ما نوصل فين؟ هل يمكن يعني نصل ننتقل من ما لا يزال اللي هو له ايه اول الى الازل الذي ليس له اول؟ يبقى عاوزين نعمل نقطة فارقة زي كده الشعرة، ده يبدأ فين وده ينتهي فين؟ هل يمكن؟ ولذلك قالوا معرفة الفرق بين الازل وما لا يزال من مواقف العقول. العقل هنا يتوقف، لأنه لا يمكن توجد مدة زمنية إلا ويتصور العقل قبلها مدة إلى لا أول. يعني كل ما تفترض مدة العقل يفترض مدة، العقل يفترض مدة. فكونك تصل بينهما، بين الأزل وبين ما لا يزال، ده حاجة تحير. ولذلك لما نيجي يقول كان بالنسبة لله مش معناها زمن، يعني مهما قدرت من أزمنة غير متناهية برضو العقل يفرض ايه زمان ورا زمان. زي بالضبط لما احنا قاعدين في المسجد اقول لك ايه ورا المسجد في ايه، تقول لي ايه؟ ها في مبنى. طب ورا المبنى في شارع، ورا الشارع في نهر، ورا النهر في سكة حديد، ورا السكة الحديد
في مثلا فضاء وراء الفضاء وهكذا لا يتوقف العقل أبدا في الايه في المكان وكذلك فين في الزمان. فإذا الانتقال من المدد ما هو ما لا يزال ده معناها مدد, والأزل معناه نفي المدد نفي الزمن, فكيف ينتقل بالعقل؟ لأن العقل لا يفهم إلا ما هو له زمن وله مكان. لما أقول لك فيه موجود ملوش زمن وملوش مكان هتقول لي إيه؟ يبقى ما فيش حاجة. ولذلك بعض الجماعة السلفية أنكروا علينا لما قلنا إيه أن الله تعالى إيه لا فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه, قالوا يبقى كده ما فيش إله عدم. وهو إذا كان موجود يا إما لما أقول لك مثلا أبوك في المنزل تقول لي أبويا لا في المنزل ولا خارج المنزل, يبقى كده ما لكش أب, أبوك نفي. فهذه الأمور اللي هي القيود دي مثلا لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال, يبقى إيه ده؟ يبقى ما فيش حاجة. أقول له هذا إيه؟ في حاجة اسمها التقابل, أنواع التقابل في المنطق كام؟ أربعة, تقابل الضدين وتقابل الإيه؟ النقيضين والتقابل بالعدم والملكة وتقابل المتضايفين. يبقى هنا في حاجة اسمها إيه؟ التقابل الضدين. الضدان إيه التقابل بين الضدان؟ هما أمران وجوديان بينهما غاية التنافي, بس هذا وجودي وهذا وجودي زي البياض والسواد, يبقى ضدان. والضدان لا يجتمعان ولا إيه ولا لا يجتمعان وقد يرتفعان. أما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان, أو ده الفرق بين الضدين والنقيضين. أما التقابل بالعدم والملكة يبقى واحد وجودي والآخر إيه عدمي زي العمى والبصر. إذن فالعمى هو الأمر العدمي يعني عدم البصر, والبصر هو ذو الملكة يعني الأمر إيه الوجودي. فالعمى والبصر مثلا ممكن ينتفيان معا, أقول هذا الحائط لا أعمى ولا بصر, كيف ذلك؟ قال لك أفضل مش ضدين, ده عدم وملك, وعدم وملك فيها قيد اللي هو إيه عما من شأنه. يعني العدم والملك أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي, عما من شأنه أن يتصف بهما كالإنسان أو الحيوان. فنقول هذا الإنسان أعمى أو بصير أو الحيوان كذلك, لكن لا يجوز نفي الأمرين معا فنقول لا أعمى ولا بصير, لا, لأنه لا بد أن يتصف به بأحدهما زي الذكورة والأنوثة. إنما بالنسبة للملك أقول الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا به, فانتفى عنهم الإيه الأمران معا. ليه؟ لأن الملك ليس من شأنه الذكورة والأنوثة, والحائط لا عالم ولا جاهل, ليه؟ لأنه ليس من شأنه. من الذي من شأنه أن يتصف بالعلم والجهل؟ هو الإنسان. وبهذا نعلم بطلان هذا القول الشائع اللي يقول لك قال حمار الحكيم توما, أو قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مرك. هذا قول باطل. ليه؟ لأن الحمار ليس من شأنه أن يوصف بجهل بسيط أو بجهل مركب, الذي يوصف بأحد الأمرين هو الإنسان. فالحمار لا يعيبه أنه لا عالم ولا جاهل, إنما الذي يعيبه ذلك هو أنت, هو الإنسان. فإذا انتفى عنك العلم فهذا عيب, إذا ثبت لك الجهل هذا عيب أشد. إنما الحمار لم يخلق لعلم ولم يخلق لجهل, بل هو عالم فيما خلق له. يلا يا شيخ. ومنها لفظ دائم يعني الدائم الموجود الذي لا ينقضي وجوده, يعني لا يلحقه عدم. خلاص كده.
ولما قال الموجود يعني إشارة إلى أن الموصوف بالقدم والحدوث هو إيه؟ هو الموجود، وهذا على سبيل الكسرة، وإلا فقد يوصف يعني قليلا، يعني يوصف العدم بأنه إيه؟ عدم حادث اللي هو الطارئ، خلاص كده؟ عدم إيه؟ حادث. والوجود نعم نعم عدمنا في الأزل ده واجب، وهذا دائم لا ينقطع، يعني يوصف بأنه دائم. أما عدمنا الحادث ده لا يوصف بأنه دائم لأنه ينقطع بوجودنا، وكذلك وجودنا ينقطع، ففي عدم سابق وفي عدم لاحق، فأنت العدم يكتنفك قبل وبعد، وفي نفس الوقت أنت قابل له أثناء وجودك، يعني أنت مسبوق بالعدم وملحوق به وقابل له. ولذلك انت بين عدمين، سابق وايه؟ طب وانت عند وجودك قابل ولا مش قابل؟ قابل. ولهذا فسر البعض قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، قالوا هالك يعني قابل للهلاك، لانه لو كان هالك بالفعل يبقى معناها غير موجود، مع أن له إيه؟ وجود، فكيف سمي شيء وهو غير موجود؟ يبقى فسروا هالك يعني قابل للهلاك، إنما الجماعة الفاهمين اللي بيحب الله ده اسم الفاعل هنا حقيقة في الحال، لما في الاستقبال ده مش حقيقة يبقى مجاز. لما أقول لك أنت هالك، لما أنت أمام هالك يعني عدم في مصر، وخد بالك كلمة هالك إذا استعملت هنا يعني معناها عدم، الهلاك هنا يعني نفي الوجود. فهنا كيف يقال لهم وهو موجود يقال له هالك؟ فعشان كده لجأوا إلى المعنى المجازي وقالوا إيه؟ هالك يعني في إيه؟ في الاستقبال. زي بالضبط كما قال الله لنبي إنك ميت، طب هو ميت في الحال لما نزلت عليه الآية، من اللي سمع القرآن ومن اللي بلغ ومن، فكلمة ميت يعني معناها ايه؟ سيقول امرك، يعني ميت في الاستقبال مش في الحال، يبقى هنا ايه؟ مش حقيقي. ولو كان ميتا فعلا كيف تلقى او كيف خطب؟ هل يخاطب الميت؟ انما قوله تعالى كل شيء هالك، قالوا لا ده هو في الحال، يعني هذا الاسم الفاعل حقيقة مش مجاز. كيف حقيقة وهو ليس هالكا؟ ده هو بيخاطب وبيستمع وبيمشي ويتحرك، يعني لم يهلك، مع أن الله حكم عليه بالهلاك. فقال بعض الصوفية قالوا هنا في الشيء له جهتان، جهة من ذاته وجهة من إيه؟ من خالقه. فبالنظر إلى جهة الشيء من ذاته فهو هالك، لا وجود له في ذاته، وبالنظر إلى إيجاد الله له فهو إيه؟ ليس هالك. يبقى إذن انفكت الجهة، يبقى إذن ننظر إيه؟ ننظر إيه؟ من جهتين لا من جهة واحدة. يعني مثلا العالم، مثاله العالم، إذا نظرنا في ذات العالم فهو ممكن كده، أما إذا نظرنا إلى العالم من جهة تعلق علم الله بإيجاده فهو واجب، يعني بس واجب لغيره وليس واجب لذاته، وإلا حيستوي وجود العالم اللي هو الحادث مع إيه؟ القديم سبحانه وتعالى. أفهمتم؟ يعني الباقي مثلا اسم الله تعالى الأول، ما معنى الأول؟ هو يعني مثلا بعض الناس يقولون كيف تقولون يا معشر أهل السنة أو الأشاعرة أو الأزهر الشريف، أو كيف تقولون عن الله تعالى أو تسمونه القديم، مع أن هذا الاسم اللي هو القديم لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فنقول لهم ورد في الكتاب لا بلفظه وإنما بمعناه،
في قوله تعالى هو الأول، فالأول معناه ليس له إيه أول، يعني ليس له بداية، إنه الأول في اللغة له معنيان. كلمة أول، الأول يعني إيه؟ الابتداء، مش كده؟ زي فلان حضر أول أو دخل المسجد أول الداخلين، لكن آخر واحد دخل هل يقال له الأول؟ يبقى اللي بيدخل في الأول ها هو أول وليس بإيه؟ بآخر. لكن كيف يسمي الله تعالى نفسه بهما معا، هو الأول والآخر، مع أنه في لغتنا وفهمنا ما كان أولا لا يكون آخرا. لما أقول لك أنا طلحت في النتيجة أول واحد وآخر واحد، تقول أنت مجنون، كيف طلحت الأول وطلحت الآخر؟ إنما الله سمى نفسه بواحد ولا باثنين. يبقى إذن ما معنى الأول؟ ليس المعنى المتبادل، الأول له معنيان، الأولية معناها لها معنيان، الابتداء والسبق، ده معنى الأولية، لها معنيان، يا إما الابتداء يا إما إيه؟ السبق. الأولية بمعنى الابتداء تقابلها الآخرية بمعنى الانتهاء، واضح كده؟ أما الأولية بمعنى السبق تقابلها الآخرية بمعنى البقاء. خد بالك أيهما المراد في قوله تعالى الأول بمعنى السبق، كما قال الله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، حد سبقنا، لم يسبق تعالى لا بعدم ولا بوجود، وما نحن. يبقى إذن أوليته ليس معناها الابتداء، لأنه لو كان معناها الابتداء لا قابلتها الآخرية بمعنى الانتهاء، وهذان يعتبر الأولية بمعنى الابتداء والآخرية بمعنى ضدين، ما يجتمعوش. إنما الأولية بمعنى السبق والآخرية بمعنى الانتهاء ليس ضدين فيجتمعان. فوصف الله نفسه بهما، يعني الأول يعني الذي ليس قبله شيء، والآخر يعني الباقي. فمعنى الدائم هنا بالنسبة لله يعني معناه الباقي الذي لا شيء بعده، أو الذي لا يلحقه عدم، ده هذا المعنى بالنسبة لله. إنما بالنسبة للأشياء يبقى الأولية بمعنى إيه؟ بمعنى الابتداء، كما بدأنا أول خلق، مش كده؟ أما بالنسبة لله لما يقول أنا الأول أو هو الأول، خد بالك هو الأول دي بيسموها في اللغة العربية الجملة معرفة الجزئين، يعني الخبر إيه؟ معرفة، والمبتدأ معرفة، والجملة المعرفة الجزئين لم يقل تعالى هو أول، وإنما قال هو الأول. فتعريف الجملة كده بالجزئين، أو إذا كانت الجملة معرفة الجزئين، هذا يفيد إيه؟ الحصر، يعني معناها انحصار الأولية فيه، فلا شيء يشاركه فيها، هو وحده اللي غير مسبوق، ما فيش حاجة تشاركه في هذه الأولية اللي هي بمعنى السبق. واضح؟ يلا يا شيخ مسبوق وخصوص الأسماء. أيوة يا شيخ، عاوز تقول إيه؟ ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الفعيل نعم نعم، وصف يقول لك هنا وصفهم، يقول لك انتم جعلتوه اسما، واحنا قلنا ورد القديم في القرآن لكن بمعنى توالي الأزمنة على الشيء، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وفي ايه في السنة ورد اسمه ايه او وصفه تعالى القديم، لكن المهم انه اسمه تعالى الأول ده متفق عليه، وهو نفس معنى القديم، يعني معنى الأول الذي هو أول بلا أولية، يعني بلا بداية، ويقول المشايخ على المناهج والأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، يعني كأنه يفهم أن هناك أول ببداية وآخر له نهاية، أما هو تعالى فهو أول بلا بداية. معنى أول بلا بداية هو نفس معنى القديم. أن
الحروف ليست هي الأسماء، تدل على الأسماء. هناك فرق بين الدال والإيه والمدل. تفضل. ما لسه حيجي لماذا يعني تستبقون ربنا فاستبقوا الخيرات، ولم يقل فاستبقوا العلوم. اصبر حيجي مبحث الاسماء والصفات وحيجي الكلام ده، بس اذا كان في حاجة متصلة عشان في لفظ القديم توقفية الاسماء تكون في اللفظ ولا في الدنيا. لا الالفاظ حادثة يا اخي، ايه الالفاظ حادثة. ان كلمة القديم مثلا كتاب او السنة ما وردش فيها ليه؟ القديم اسم الله القديم. أقولنا ورد في السنة. أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم. وصف مش عارف. ماشي بس هو المهم الصفات والأسماء، واختير أن إيه؟ أسماءه توقفيه. كذا صفات ذاته فاحفظ. يعني الصفات قديمة والإيه والذات قديمة والأسماء قديمة. لأنه تعالى تسمى بها في الأزل. ده هو مختار مذهب أهل السنة. ويسمى أيضا الأبدي. قال ابن عيسى رحمه الله: قوله ويعلم به أن وجود الذي لا ينقضي هذا على الباطن من الأحوال، وأما على الباطن أنت في الحاشية ماشي. ويعنون به الموجود الذي لا ينقضي وجوده، اللي هو ايه ده؟ خليكم معايا، اللي هو لفظ ايه؟ هذا على القول بنفي الأحوال، أما على القول بها فيفسر بدل ما يقول إيه الموجود الذي لا ينقضي، يقول الثابت الذي لا انقضاء له إيه لثبوته. فما الفرق بين الوجود والثبوت؟ قد يكون الشيء ثابتا لكن غير موجود، مش موجود. أما إذا كان الشيء موجودا لا بد من إيه من ثبوته. ايه هو الثابت اللي هو غير موجود؟ زي ايه؟ الله تعالى واحد، فالوحدانية ثابتة لكن غير موجودة. خلاص؟ طب نيجي مثلا لفظ الابوة والبنوة. انت ماشي ومعك انت ابن ومعك والدك، هو ايه؟ ابوك. فما هو الموجود؟ الابن ومين؟ والاب. لكن اين هي البنوة والابوة؟ فالأبوة والبنوة ثابتة ولكن ليست موجودة. لو كانت موجودة حيبقوا كام؟ أربعة ماشيين مع بعض، اثنين ماشيين مع بعض، ده مين؟ ها؟ ده ابنك وانت أبوه. مرة بسأل واحد أنا كان في مكة بقول له ايه؟ ما ولد عيل صغير كده، بقول له ده ابنك؟ قال لا أنا أبوه. يبقى إذن الموجود هو ايه؟ الابن ومين؟ وابوه. انما الابوه والبنوه موجوده؟ لا. ثابته ولا مش ثابته؟ لانه لو غير ثابته فكيف صار هذا ابا وهذا ايه؟ ابن. يبقى ليس كل ثابت موجود، انما كل موجود ايه؟ ثابت. يلا. قال الشارح: ومنها لفظ الحاكم ويعنون به ما وجد بعد أن كان معلوما. ومنها لفظ الحادث. خلاص خلصتوا الايه؟ الدائم والدوام لله وحده، مش كده؟ كده ولا مش كده؟ انما لما يجي مثلا واحد يقول لك ايه بدوام الجنة والنار، هل هذا ينقض كلامنا؟ الجنة والنار دائمتان ولا لهما أمد؟ هل تقولون بقول ابن تيمية ومن وافقه؟ بيقول بإيه؟ بفناء النار. ويلزم، مش خد بالك هو ما قالش بفناء الجنة، لكن يلزم من القول بفناء النار فناء الجنة، لأنه الآية جابت الحكم واحد. قالوا إيه؟ ففي النار لهم فيها خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك. والثاني في الجنة نفس الحكاية، خالدين فيها ما دامت إلا ما شاء رب، عطاء غير ميدون. فاللي يقول بفناء واحدة ما ينفعش يقول ببقاء الأخرى، ما ينفعش، مش منطق ده. يبقى إذن القول ببقائهما أو بدوامهما هل هو مخالف
لقولنا الدوام لله وحده مخالف ولا مش مخالف؟ ليه؟ لأن دوامه تعالى واجب وباقي وهو دوام ذاتي، أما بقاء أو دوام الجنة والنار فهو أمر عرضي، يعني هو ليس واجبا وإنما هو جائز. ولهذا علق الله تعالى دوامهما على المشيئة، ولو كان واجبا ما علق على المشيئة، لو كان واجب خلاص إيه فائدة تقول إلا ما شاء ربك، هذا يفيد أنه جائز، يعني عاوز ربنا يقول صحيح أن سأبقيهما وأجعلهما دائمتين ولكن هذا بإرادتي وليس راجعا لأنه أمر واجب. فالواجب هو بقاء الذات والصفات، أما غير ذلك فهو على الجواز. فلو شاء الله تعالى أن يعدمهما أو يفنيهما لفعل. طب لماذا لم يفعل؟ لأنه أخبر ووعد ووعده لا يتخلف. إذن فمن ناحية العقل جائز فناء الجنة وفناء النار، ولكن من ناحية الخبر الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يجوز، لأن هذا يلزم منه وقوع الكذب في خبره تعالى وهذا محال. الله شكرا. ومنها له الحاجة ويعلم به ما مرد بعد أن كان معلوما ضرور ويعلم به ما مرد إلى آخره، ويطلق مجازا على المتجدد بعد عدم كالحبوبة التي تصورها إذا ولد لك ولد. ويعنون به ما وجب، هذا من الشرح كده، ويعنون به ويعنون به ما وجد بعد أن كان اللي هو الحادث، كلمة الحادث يا اخواننا معناه ما وجد بعد أن كان معدوما، يعني الشيء اللي هو وجد بعد أن كان معدوما هذا هو الحادث، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالإيه؟ بالقدم. دي في سورة الآية دي غريبة مش قرآن ده. مرة واحد رجل عامي أمي مش عارف جاي من أي ذهب، فصلى بالناس، فواحد قال لهم ده رجل جاهل ما يحفظش القرآن، قال بين عليه رجل حافظ، فسألوه بعد الصلاة صليت؟ قال قرأت الفاتحة في الركعة الأولى. طب في الركعة الثانية؟ قال قرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل هو الله أحد. طب في الركعة الثانية؟ قرأ قال الفاتحة وطلع البدر عليه، يحسبها قرآن. في ناس ما زال في الصعيد عندنا تفتكر أن التحيات دي التشهد تفتكرها من القرآن، في ناس كده. يلا. قال ابن حجر رحمه الله قوله ويعلم به ما ولد بعد ان كان معلوما ويطلق مجازا على المتجدد بعد عدم كالابوه التي تصف بها اذا ولد لك ولد، يعني خد بالك ويطلق مجازا اللي هو ايه؟ خد بالك معايا ده فرض مهم والله، ده انا بخفف شويه وبجيب لك ضرائب عشان يعني اجدد فيك الفهم وانت برضه ما فيش فايده. يطلق اللي هو الحادث، احيانا تجدهم لا يريدون بالحادث اللي هو الموجود بعد عدم وانما المتجدد بعد عدم. ايه الفرق بين المتجدد والموجود؟ يعني هو مش موجود، زي الابوه التي توصف بها اذا ولد لك ولد، يعني انت معك علي وانت ابو علي، شويه جالك مثلا حسن، بقيت ابو حسن، فتجدد لك الابوه، ابوه ثاني غير الابوه الاولانيه، دك كانت لعلي ودي لمين؟ لحسن. فهذه الابوه المتجدده لك ليست موجوده انما هي امر متجدد بعد بعد عدم. يبقى اذن الحادث اما ان يراد به الموجود بعد عدم او المتجدد بعد عدم. واضح؟ بعدين قال الشارح ومنها له الجوهر
يعني ومن الألفاظ التي نحتاج إليها في هذا العلم لفظ الجوهر. ما هو الجوهر؟ مش الجوهر يعني الحاجات النفيسة الجواهر، يقول لك فلان ده عنده جواهر، يعني عنده إيه؟ خواتم وأحجار كريمة وساعات، حاجات إيه؟ نفيسة. لا، الجوهر هنا معنى اصطلاحي. وذلك لما أنا أقول مثلا، لما أرجع للمعنى اللغوي وأبحث في القاموس عن كلمة الجوهر، يراد به الشيء، الشيء النفيس، خلاص كده؟ إنما هنا في المصطلح لا، يعنون به، قول ويعنون به ما كان يشغل قرارا، ويعنون به يعني بالجوهر ما كان جرمه يشغل فراغا، يعني لا يعنون به المعنى اللغوي وإنما يعنون به معنى اصطلاحي، ما كان جرمه يشغل فراغا بحيث يمتنع أن يحل غيره حيث حل، وهذا هو معنى المتحيز. فهمت كده؟ نعم؟ اقرأ بس الحاشية الشر. قوله ما كان جرمه، أي شيء كان جرمه، وكلمة جرمه يعني ذاته، وفيه وفيه يعني في الكلام ده أن الجوهر جرم، مش كده؟ ما دامت ما كان جرمه، لذلك احنا بنقوله ايه؟ حتى الى الان نستعملها في الموازين، يقول لك كيلو جرام، يعني ليه جرم، والا كيف يوزن اذا كان ما فيش جرم؟ كلمة جرام دي جاية من الجرم، انما فيها حاجة ثانية اللي هو التطفيف في المكاييل والموازين، يعني السرقة في الموازين، ده اسمه ايه؟ جرم. يبقى في الموازين فيها جرم وفيها جرم، ما هو الجرم؟ اللي هو الشيء ذات الشيء، الجرم اللي هو عملك فيها واختلاسك وضياعك لحقوق الايه الناس. وفيه ان الجوهر ده نفسه هو الجرم ولا جرم له، والا هيبقوا حاجتين، إلا يعني مثلا لما قال ما كان جرمه، يبقى إيه إذن يعني الجوهر في حاجة دي اسمها جرمه، يعني جرم الجوهر، كيف والجوهر هو نفس الجرم؟ يبقى عشان كده قال لك الإضافة بيانية، لأن الجوهر لا جرم له، لأنه لو كان للجوهر جرم لكان للجرم جرم ولجرم الجرم مش هنخلص. فعشان كده إيه الإضافة البيانية؟ معناها زي بيقول خاتم حديد، يعني الحديد هو الخاتم، يعني بيبين لك كلمة خاتم حديد، يعني حتة الخاتم معاي زي حديد، يبقى هي الحديد هي نفسها الخاتم، مش الخاتم حاجة والحديد حاجة، بخلاف لما أقول مثلا إمام المسجد، ما ينفعش أنا أقول إضافة بيانية وإلا حيبقى الإمام هو المسجد. يبقى في فرق بين الإضافة بيقولوا عليها تأتي بأدنى ملابسة، فهنا الإضافة زي يقول لك شجر أراك، ما هو الأراك هي الشجر، هي حتة الشجر، شجر أراك. الإضافة إما أن تكون بيانية وإما أن تكون إضافة للبيان، وقيل بأنهما مترادفتان، البيانية واللي هي للبيان بمعنى واحد، وقيل إن التي للبيان هي ما كان بين المتضايفين عموم وخصوص مطلق، وأما البيانية ما كان بين المتضايفين عموم وخصوص وجه. الله. والأولى يعنون الجرم الذي يشغل فراغا، يعني هو بدل ما يقول ايه ومنها لفظ الجوهر ويعنون ما كان جرمه، كان عشان ما يحطش اللبس ده كان يقول ويعنون به الجرم الذي يشغل فراغا. ارفع
لا يستحيل هذا على الله تعالى أن يشغل حي إلا لأثبتنا المكان والحيز. هذا للجواهر والأعراض الحادثة، أما القديم لا يقال له جوهر. أي لكن ليس له جرم. نعم. لا، الذي يشغل الحيز هو الجرم مش الذات. ما هو يقول لك أي جرمه يشغل فراغه؟ الجوهر الذي هو الجرم يشغل، هو ده يشغل حيز من الفراغ. ما هو ذاته يعني معناها ذات الجرم مش حاجة تانية، يعني ذاته يعني نفسه مش ذاته. أصل كلمة الذات دي من الأسماء اللازمة للإضافة، ليست ماهياته ليست. نعم، ذاته يعني الجرم ففسرها. يعني مثلا نقول الجرم ما كان ذاته، مش ده اللفظ اللي اختلف عليك، بخلاف لما نقول الله ذاته. لا، لأن الله تعالى ليس من جنس الأجرام ولا الأجسام ولا كذا، فكل شيء ذاته بحسب الشيء، فذات هذا الشيء قابلة للتحيز. أما ذاته مش أنت ليك ذات، والجوهر له ذات، وذات الحجر وذات الشجر وذات وذات إلى آخر. وذات هنا ليس بمعنى صاحب، ذات في القرآن الكريم ممكن تأتي بمعنى الحقيقة. وأصلحوا ذات بينكم، يعني حقيقة ودكم أو صفوكم. والذات ذو علم أو ذات حدائق ذات بهجة أو ذوات أفنان، هذا غير ذا. الذات بالنسبة لنا من الحقيقة وليس الإيه الجر. قوله فراغا أي ذنوبا، قوله بحيث ينتهي أي كل غير إلى آخره، حيثية التوضيح لا تقييد. قوله بمعنى المتحيز أي جرادة لا مرتفع. خلاص فهمنا كده الجرم الذي يشغل فراغا، ده كله مفهوم. ده قوله فراغا يعني خلوا، يعني هو فسر لك الفراغ يعني الحاجة الفاضية الخالية. مفهوم. أظن لو فسرنا ثاني قوله بحيث إلى آخره، حيثية التوضيح لا تقييد، يعني هنا ما فيش قيد، يعني لا يذكر الحيثية لإخراج شيء وإنما للتوضيح. خلاص، في حيثية وقال لها حيثية قيد، في حيثية للبيان يعني ليست قيدا. يعني مثلا لما أقول علم الكلام يبحث في الممكنات من حيث دلالتها على موجدها، هنا في حيثية قيدة. إنما لما أقول من حيث أنها ممكنات، يبقى هنا ما فيش قيد، ده هنا بيوضح. فإذا كان الحيثية يعني لا يقيد، يبقى بخلاف التوضيح. لما أقول الإنسان من حيث كونه إنسانا، فين القيد؟ في قيد؟ ما فيش. يلا يا شيخ محمد. قوله بمعنى المتحدث أي بذاته الذي تبع. طيب، قوله وهو اقرأ. قال الشارح بحيث ينتهي أن يقول يعني قوله وهو معنى المتحيز. خذ بالك، وهو معنى المتحيز. ما هو اللي بمعنى المتحيز او ما هو معنى المتحيز؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الجوهر، اللي هو الجر، مش هو المتحيز كده؟ يعني بحيث يشغل فراغا، بحيث يمتنع ان يحل غيره حيث حل، وهو معنى المتحيز. قوله هو معنى المتحيز يريد أن الجوهر عند المتكلمين هو المتحيز بالذات، أي بنفسه. بالك من الذات عشان ما تروح ذهنك بعيد، يعني غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر.
بخلاف السواد اللي في الجهاز ده متحيز بس ايه بالتبعية. اما الجوهر او الجرم متحيز بنفسه. يبقى العرض متحيز ولا مش متحيز؟ متحيز ولكن بايه؟ بالتبعية. بخلاف العرض فان تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي حل فيه. في ثلاث كلمات بتستعمل في العلم ده او في الفن ده، ثلاث كلمات من مادة واحدة اللي هم ايه؟ المتحيز والتحيز والحيز. شوف كده ايه؟ المتحيز والتحيز والحيز. ايه الفرق بين الثلاثة ده؟ طبعا في بعض الناس يريح نفسه يقول لك يا عمي كله عند العرب صابون كله حيز. يبقى المتحيز هو الموجود في الحيز. يبقى الماء هنا موجود فين؟ في هذا الحيز. اذا فالموجود في داخل اسمها ايه؟ الزجاج. في الزجاجة دي أم البلاستيك الموجود فيها، في هذا الموجود. يبقى الموجود، الموجود في مش عليك ماشي سكر الموجود المتحيز هو الموجود في الحيز. خلاص اللي هو ايضا ايه الموجود في الحيز؟ اللي هو الجر الذي يمنع، وقيل هو الجرم الذي يمنع غيره ان يحل حيث هو. اذا المتحيز لها تفسيران، يا اما تقول هو الموجود في الحيز او تقول هو الجرم الذي يمنع غيره ان يحل حيث هو. ده تفسير ايه ده؟ طيب واما التحيز هو نسبة الجوهر إلى الحيز، يعني النسبة نفسها لما ننسب الجرم أو الجوهر إلى الحيز بأنه في هذا هو التحيز. وقيل التحيز هو المعقولية التي باعتبارها وقعت الممانعة، يعني يمنع غيره أن يحل حيث هو. يبقى إذن ما معنى التحيز؟ التحيز هو الممانعة أو نفي مداخلة غيره معه في حيزه. يبقى إيه معنى التحيز لما تجاوب؟ المتحيز غير الإيه؟ غير التحيز. المتحيز هو إيه؟ الجر. خلاص كده؟ أما التحيز هو إيه؟ هو الممانعة أو نفي مداخلة غيره معه في حيزه، يعني كونه يمنع غيره ان يحل حيث هو، هذا هو التحيز. زي حتى في القرآن كده او متحيزا الى ايه؟ طيب احنا قلنا ايه؟ شرحنا كلمة الايه؟ المتحيز، وشرحنا التحيز، باقي ايه؟ الحيز. الحيز هو القدر الذي تقع عليه الممانعة، يعني المساحة، يعني المحدودية بتاعته، يعني القدر اللي فيه الايه؟ الممانعة. وهو المكان، يعني اللي تقع، ما هو الحيز يشغل فراغ، المكان اللي شغله ده هو الايه؟ هو الحيز. وهو المكان على ما فيه من النزاع إثباتا وإيه؟ وتصرفا. إذا فهمنا الثلاثة، لو سئلت عن الفرق بين المتحيز والتحيز والحيز، فهمت ولا لسه؟ الله يرضى. قوله معنى المتحيز أي لا يجري من التبع، وقيل فرض العرض في الحيز. يعني المتحيز بذاته اللي هو إيه؟ الجوهر او الجرم. اما المتحيز بالتبع هو العرض. ما معنى قولين الفراغ والبعد الموهوم؟ لا لسه هيجي، في فراغ موهوم
في فراغ محقق. بعض المحققين في المتكلمين قالوا الفراغ ده ليس ايه فراغ حقيقي، وانما هو فراغ موهوم، لانه لا يوجد حاجة اسمها فراغ حقيقي. يعني اللي احنا بنسميه مكان فاضي او فراغ، لانه ايه امال كيف هو ليس فراغا وكيف ايه يحل فيه غيره؟ قالوا ان الاجسام تتداخل في تداخل، يعني انت قاعد في حاجة وفي حاجة قاعدة فيكم، وانت قاعد في حاجة ثانية وتداخل فيكم، انت خارج منها، العملية ايه متشابكة لا يعلمها. حي شرح ده بعدين، السطح المساوي والمكان الحقيقي والمتوهم. فلا تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. أنا كده الزجاجة حيز. أيوة. والماء متحيز. صح. ولما أقول الماء في الزجاجة. والزجاجة بالماء متحيز في المكان ده. والمكان ده متحيز في الزجاجة، والزجاجة دي في الخشب، والخشب وشغلانة يا مولانا. يعني لا يوجد حاجة اسمها خلاء محض كده، ما فيش حاجة. ده أمور اعتبارية. يلا. أي لا دليل لتبع وإلا فهو العرض وهو لا يشغل ضررا. أنت في الشرح ولا في الحاشية؟ فين احنا قلنا ايه؟ قوله بمعنى المتحيز اي بذاته لا بالتبع، لان الذي هو متحيز بالتبع هو العرض، هو اعتبارها العرض. عندك عرض خد بالك، وعندك عرض، وعندك عرض، وعندك ايه تاني؟ كم كلمة هم؟ في عرض، وتقول عرضها، عرض، عرض بايه؟ عرض باسكان الايه؟ الراء، عرض، مش كده؟ عرضها، ده المقابل للطول. اما بكسر العين اللي هو العرض، اللي هو موضع الذم والمدح من الانسان، اللي هو احنا بنسميه بلغه العصر كرامه الانسان، كرامته، يقول لك كرامتي ما تسمحش بيه. انما زمان يقول لك ايه كانوا يسموه العرض مش الكرامه، وحفظ ايه نفس، حفظ دين، نفس مال نسب، ومثلها عقل وعرض، وعرض حفظ العرض يعني. ده الايه العرض، والعرض اللي هو ايه مقابل للطول، ده هو العرض اللي هو مقابل للطول. الله يكرمك. وهي تاني باقي بضم العين، العرض، العرض اللي هو ايه الناحية. يقول لك مثلا هذا كلام فارغ، او اضربه بكلام هذا الرجل، ما ينفعش يقول عرض، لأنه حاجة جات الضربة في الطول ما جاتش العرض. يبقى لو قلت اضربوا به عرض خطا، اضربوا به عرض الحال مش عرض. قوله كالإنسان والحجر. كالإنسان والحجر اللي هو ايه المتحيز بذاته، الإنسان والحجر. فأنا الآن متحيز بذاته، إيه الفرق بين المتحيز بذاته والمتحيز؟ ما زي ما مثلت لك أن السواد اللي في إيه؟ اللي في هذا الجهاز ليس متحيزا بذاته، إنما متحيز بالتبعية. ولذلك مثلا لو أنا وضعت الكتاب هنا، مش كده؟ يعني أول ما أكون أنا متحيز بالتبعية أنتقل حيث انتقل المتبوع. يعني انا بقى متحيز على الكرسي، فراح واحد نقل الكرسي وانا عليه، لازم انتقل ايه معاه. فاذا انتقل الجهاز ده الى اي مكان لازم ينتقل العرض معاه، لانه تابع ايه لا. فانت لو دخلت المسجد وانا وضعت الكتاب ورحت اتوضا ورجعت ووجدت الكتاب هنا، فتقول ايه يدور في ذهنك من نقل الكتاب، مش كده؟ لانك تعلم ان الكتاب لا ينتقل به نفسك. إنما لو جيت مثلا وجدتني هنا ثم خرجت للوضوء ورجعت وجدتني في مكان آخر، لا تقول من نقل الشيخ، لأنك تعلم أن الشيخ ينتقل بنفسه. ففي فرق بين المنتقل بذاته وبين المنتقل به لغيره. خلاص؟ خلاص هنكمل الصفحة بعد الصلاة وكده نمشي. الصلاة بقي على الأذان دقيقة واحدة.
خلي معك هات يا شريف هات التليفون قوله بمعنى المتحيز أي بذاته لا بالتبع وإلا فهو العرب يعني المتحيز ليس بذاته وإنما بالتبع هو إيه؟ هو العرب وهو لا يشغل فراغا يعني العرب لا يشغل إيه؟ فراغا وإنما تحيزه تبعا لتحيز الجوهر أو الجسم قوله كالإنسان قال شيخ هذا الشرح ومنها له الجوهر ويعني قديم ما كان منه يشغل فراغا بحيث يمتلئ أن يكون ويجوب حيه حاله فهنا في ألفاظ يحتاج إليها أيضا في علم الكلام ينبني هذه المصطلحات ينبني عليها فهم هذا العلم وأيضا للعلم أن هذا الدرس ليس درس وعظ إنما درس في علوم معقدة فمن لم يكن من طلبة العلم أو له فهم أو يستطيع أن يفهم هذا الكلام فلا داعي أن يجلس في الدرس يعني ليس درس للعامة إنما هو درس فيه أمور متخصصة عشان إذا حد ما فهمش مننا يفهم كده على الإيه على الرحب والسعة يلا الله الشارع ومنها له الجوهر ويعلم به ما كان يجب يشغل فراغا بحيث يمتنع ان يحل ويروح حيث حل وهو معنى التحيز نعم فذلك كالانسان والحجر كالعلم واللون وذلك كالانسان والحجر يعني الذي يتحيز بذاته وانا مثلت لك قبل الصلاه قلت انا مثلا انسان او الحجر كذلك يتحيز به بذاته اما الالوان اللون او العلم او الاعراق فانها لا تتحيز بذاتها وانما تتحيز به بالتبعيه يعني بتبعيتها للجو او الجو فان كان الجوهر دقيقا بحيث انتهى الدقه الى انه لا يقبل الانقسام بوجه فهو يسمى بالجوهر فقط فان كان الجوهر دقيقا يعني متناهيا في الصغر او في الدقه الذي لا يتجزا لسه هتشرح اسمك ايه؟ اسلام اسلام انت تدرس فين؟ اسمع حضرتك تسافر جميل حلو وان كان ابن تفاهم كويس ان شاء الله فان كان الجوهر دقيقا يعني متناهي في الدقه في الصغر يعني بمعنى انه لا يمكن ان نصغر اكثر من النهايه بحيث انتهى في الدقة إلى أنه لا يقبل الانقسام بوجه طالما يقبل الانقسام يبقى إذن ليس هو الجزء الذي لا يتجزا أو ليس هو الجوهر الفرد فهو المسمى بالجوهر الفرد وإن كان يقبل الانقسام فهو المسمى بالجسم ويسمى كل واحد من أجزائه جسما يعني حتى كل طالما يقبل الانقسام في حالة الاجتماع فهذه الأجزاء
الاجزاء ايضا يسمى كل منها جسما، وانما وجه المنع او الامتناع، وانما يمتنعون من تسمية الدقيق جسما حال انفراده، يعني حال اجتماعه مع الاجزاء الاخرى فيسمى ايه جسما. متى يسمى جوهر فرد او جزء لا يتجزأ؟ عند ايه؟ عند انفراده. اما اذا انضم الى غيره سموا كل واحد منهما جسما، لان حقيقة الجسم المؤلف، يعني اللي هو ايه المركب، وكل من الجوهرين عند الاجتماع يصدق عليه انه مؤلف. يمكن هنا نقف عند شرح في المتن الى هنا خلاص، يعني ناخذ ايه وقت بسيط وننتهي عشان الامور دي الاطاله فيها لا تنتهي. قال المفسر رحمه الله: قوله كالانسان والحجر. الباري حضرتك تفضل. قال المفسر رحمه الله: قوله كالانسان والحجر، اي اقوالهما لانهما المتصفه بالجنيه لا حقيقه كل. قوله كالإنسان والحجر أي أفرادهما، يعني زيد عبد السلام علي حسن مسعود إلى آخره، لأنهما هي الأفراد، أي أفرادهما يعني أفراد الإنسان والحجر، لأنها المتصفة بالجرمية لا حقيقة كل، يعني لا حقيقة الإنسان أو حقيقة الحجر، لأن الحقيقة غير متصفة بالإيه بالجرمية، وإنما المتصف بالجرمية هو إيه الأفراد. وكذا قوله لك العلم واللوح، يعني مثلا ما حقيقة الإنسان؟ هل هذا متصف بالجرمية؟ إن من المتصف بالجرمية أفراد الإنسان. قوله بوجه، أي لا قولا ولا عقلا ولا رقلا، أي أفرادهما لأنها المتصفة بالجرمية لا حقيقة كل. وكذا قوله لا كالعلم واللون، عندما قال وذلك اللي هو إيه الجرم اللي يشغل الفراغ بحيث يمتنع أن يحل غيره، هو المتحيز زي مين؟ زي الإنسان المقصود، أفراد الإنسان وأفراد مين؟ أفراد الحجر. لا كالعلم واللون، لأن العلم إيه ليس جرما وإنما هو إيه عرض، وكذلك الألوان. قوله بوجه، أي لا طولا ولا عرضا ولا رقبا. عندما قال فإن كان الجوهر دقيقا بحيث انتهى في الدقة إلى أنه لا يقبل الانقسام بوجه، كلمة بوجه هنا ماذا قال فيها؟ أي لا يقبل الانقسام لا طولا ولا عرضا ولا عمقا. هل هناك شيء آخر؟ ولا يمكن انقسامه بالطول ولا بالعرض ولا بالإيه بالعمق، يعني لا يقبل الانقسام بوجه من الوجوه. نعم الابعاد. نعم قوله وان كان يقبل الانقسام اي طولا فقط او طولا وعرضا فقط او طولا وعرضا وعمقا. ها قوله وان كان يقبل الانقسام يعني طولا فقط، مش كده؟ أو طولا وعرضا فقط، أو طولا وعرضا وعمقا، فهو المسمى بالإيه؟ بالجسم، أي عند مين؟ عند أهل السنة. قوله هو المسمى أي عند أهل السنة، قوله ويسمى كل واحد من أجزائه جسما إلى آخره، أي كما تسمى الحيلة الاجتماعية بالجسم كذلك. يعني مثلا الجسم ينقسم إلى أجسام، يعني مثلا هذا الذراع جسم، جسم الذراع، الرجل، الرأس،
والهيئة الاجتماعية كلها تسمى ايه؟ جسم. يبقى اذا كما تسمى الهيئة الاجتماعية بالجسم كذلك كل جوهر باعتبار ضمه يعني الى ايه؟ الى جوهر اخر يقال له جسم. وقيل الجسم هو الهيئة الاجتماعية من الجواهر، واما كل جوهر ولو باعتبار انضمامه الى غيره فلا يقال له جسم. لذلك قال وقيل يعني حكى هذا القول بصيغة التمريض، يعني عاوز اقول لك كل واحد منها يسمى ايه؟ ها؟ يسمى جسما بانفراده وليس عند الايه؟ عند الانضمام او عند ايه؟ الاجتماع. ولكن الاولى ان نقول كل واحد بانفراده اسمه ايه؟ اسمه جسم، طالما يقبل ايه؟ الانضمام او يقبل الانقسام. اما اذا انتهى في الصغر بحيث لا يقبل فهذا هو الجوهر ايه؟ الفرد او الجزء الذي لا يتجزا. ايه يا شيخ محمد خلاص؟ ها؟ باقي ايه تاني؟ ومنها خلاص انتهينا؟ ومنها لفظ العرب ويعنون به ما كان الذات، اذا ما كان الذات ده داخل على ايه؟ على لفظ العرب، انت كده يكفي ما ايه وصلنا اليه من هذه الالفاظ. اولا ايه؟ خدنا كم لفظ؟ العالم، وبعد كده ايه؟ الازل، وبعد كده ما لا يزال، والقديم، والدائم، والابد، والحادث، والجوهر. وحنبدا ان شاء الله الدرس القادم في ايه؟ في العرب واحكامه السبعه. خلاص كده؟ حتى قال بعضهم ان له احكاما سبعه بحيث من علمها او من حفظها ينجو من ابواب جهنم ايه؟ السبعه. فنسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يفقهنا في ديننا، وان يجعلنا من الذين اذهب عنهم الرجس والزيغ في امور العقائد وفي هذه الامور الايمانيه التي ينبغي ان نتبع فيها السلف الصالح، وان نذب فيها عن حمى هذا الدين وعن العقيده الاسلاميه الصافيه الصحيحه المتمثله في اعتقاد اهل السنه والجماعه وهم الساده الاشاعره والماتريديه ومن وافقهم. نسال الله تعالى ان يرفع شان الازهر الشريف ولواء العلم، وان تكرمنا بمحبه الاولياء والصالحين، وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وكتاب كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. معذرة يا مولانا. الآن إن شاء الله مع مجلس شرح الفكر العقائية للفضيلة